هذا البرنامج برعاية حضرة، أكبر شركة إنترنت فلسطينية. وزرعنا فكوس العام، طلع السنة شوام شوام، جاجاتنا وجاجات برعين سوا، جاجاتنا وجاجات شو؟ كديش ضايل معي وقت؟ دقيقة؟ طيب اسمع يا مخرج، تحزرك الحزيرة يا خالتي، إذا عرفتها بتربح معي رطل بتنجان بتيري، تعرف تكون بسرعة، تك الباب، كلوا مين، كلوا حمزة، كلوا مالك، كلوا ريما، كلوا مالها، كلوا ماتت، كلوا بالله، كلوا بالله. تعرف تقولها؟ انت شو بتعرف تسوي غير تصيح علينا؟ والله المشاهدين لو بيعرفوا انك بتصيح علي الا يربطونك عباب التلفزيون تحت ويبلوك بدن. طيب يلا انا جاهزة يلا. الله يمسيكم بالخير يا احلى شعب واحلى عالم على هذه البسيطة. برحب فيكم في برنامج حزازير الحجة وصفية اللي هو تبرنامجي انا، ها انتبهوها، وبقولكم الله يسعد اوقاتكم ويهدي باتكم. كلوا امين. كالعادة حزرتنا اليوم بسيطة جدا، واللي ما بيعرف حزرتنا اليوم بيبقى عنده مشكلة صحية ولازم يروح على التكتور، ويكون للتكتور يعطي فيتامين بي 12 عشان هذا الفيتامين بنشط الذاكرة. ها منيح، هذا منيح، بدهن منك اليوم انا. وانتو يا حبايبي هالكيت، خلينا نروح مع بعض على حزيرة اليوم، واللي بتقول اربع عبيد حاملين حديد. شو هو هذا؟ الإجابة: 1 السيارة، 2 الفستق، 3 جارتنا أم إبراهيم. وإذا عرفت جواب الحزيرة يا حبايبي ما عليكم غير تمزعوني إياها مسج SMS برقم الإجابة الصحيحة على الأرقام اللي قاعدة بتظهر قدامكم على الشاشة، عشان تربحوا مع الحجة وصفية الجوائز التالية: الجائزة الأولى $300 عدا ونقدا، الجائزة الثانية $200 برضو عدا ونقدا، أما الجائزة الثالثة $100 عدا ونقدا. وإن شاء الله بتكونوا من الرابحين يا رب. قولوا آمين، ونراكم في حلقة جديدة من برنامج حزازير الحجة وصفية. الله يرضى عليكم. مخرج، في اخرى حزيرة ما اعطاك اياها ولا بتعرفهاش؟ هذا البرنامج برعاية حضرة، اكبر شركة انترنت فلسطينية.